هناك توائم، هذا التوائم يتم من خلاله تنشيط العناصر الموجودة الإيرانية الموجودة داخل الأنظمة السورية. وفي عهد الأسد لم تكن تظهر هذه العناصر بالشكل الكبير، لكن في عهد الابن الأسد الابن ظهرت وأصبحت تمتلك المراكز القيادية، وبالتالي تستطيع التحكم في الحدود والتحكم في عناصر الأمن والتحكم في أجزاء كثيرة من مفاصل الاقتصاد السوري. ورأينا كذلك أن سابقا عمدت إيران إلى إيجاد مشروعات اقتصادية ليس الهدف منها هي بناء الدولة السورية، وإنما كان الهدف منها هو تواجد عناصرها ومدهم بالقدرة ودمجهم بالمجتمع السوري لكي تكون لها قائمة لاحقا، وهذا ما حصل أثناء الثورة السورية. بالتالي النظام السوري ابتداء من رأسه وصولا إلى أدنى عنصر تابع للنظام من مصلحته أن يتم الحصول على الأموال. وهناك الفرقة الرابعة والتي يقودها ماهر الأسد هي التي كانت سابقا، وما يسمى هارون الأسد وهو شيخ الجبل كان يطلق عليه، كان هو الذي يقوم بالتهريب من لبنان إلى سوريا، وتم ضغط عناصره عدة مرات لكنهم يخرجون. الحدود مهمة جدا، هناك خطأ ارتكبه الأردن وخطأ كبير، أنا أعتقد أن خطأ كبير كان يجب أن يلاحظه الأردنيون وتحديدا القيادة الأردنية. أولا أن أول من أطلق على الهلال الشيعي كان الملك الأردني، لكن عندما أطلق ما يسمى الهلال الشيعي لم يتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهة هذا الهلال، وبالتالي سمح للنظام السوري بالتغلغل داخل العناصر القبلية الأردنية. وكذلك الآن بأثناء الثورة السورية سمح بأن يعاد فتح المعابر. فتح المعابر إذا لاحظنا أنه بعد فتح المعابر ازدادت عمليات التهريب بشكل كبير، وبالتالي أصبحت العناصر السورية وعناصر حزب الله التي تعتبر أنفسها أنها تنتمي إلى النظام أصبحت تقوم بعمليات تهريب وتدخل من بعض المناطق التي فيها حراسة محددة أو قليلة.